كثرة الحديث، أتى اليوم التي ستلعب فيه المباراة التي أخذت حيزا كبيرا وشغلت وسائل الإعلام. لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا في بث حي ومباشر حصريا مع إي إي سبورت. مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، أجواء جميلة وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم لدينا مباراة تسبق انطلاقة الموسم الجديد للدوري، حيث سيكون فريق باريس سان جيرمان في مواجهة أولمبيك مارسيليا. التحضيرات الأخيرة لبداية الموسم وفرصة لخطف لقب في بداية هذا الموسم لرفع المعنويات لإعطاء دفعة بالتأكيد تسبق هذا الموسم وتطمئن كل هذه الجماهير. روعة هذا الجمهور بكل تأكيد، دائما ما يلقب باللاعب رقم 12، هذا المصطلح الذي لا يعد حكرا على كرة القدم، فاللقب يتغير على حسب عدد اللاعبين. فمثلا في كرة القدم الكندية يوجد 12 لاعب في الميدان ويلقب الجمهور باللاعب رقم 13. مساحة كبيرة على الجناح، نيمار بيرسل كرة عرضية يبعدها إلى ركنية، نيمار بيرسل كرة في 18 والكرة يوقفها الحارس بسهولة. مع معرفتنا بقدرات وإمكانيات إيكاردي نتوقع من الكثير في مباراة اليوم. كيليان مبابي، مستحيل البداية، أي قوة أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء، انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات، الله على هذا الصخب. باريس سان جيرمان يتقدم في النتيجة. الدقائق الأولى من القمة الفرنسية والتي تجمع بين أولمبيك مارسيليا والبي إس جي، تتكلم عن فريقين يعرفان بعض جيدا، الخزائن للنادين مليئة بالألقاب والبطولات، شعبية كبيرة لنادي العاصمة كذلك لنادي الجنوب الفرنسي، التنافس التاريخي في السنوات الأخيرة حاضر حتى ولو كان في تفوق للباريسيين، لكن تبقى قيمة هذه المواجهة الخاصة بين الفريقين. لياندرو باريدس، كيليان مبابي، البي اس جي يهاجم الآن، تبعد الكرة من أماكن الخطورة، ديمتري بايت، بينية مرفوعة، تمرير على الطرف، دفاع يغلق الطريق ويمنع الكرة العرضية، تذهب إلى رمي التماس، ديمتري بايت، ضغط عالي جدا في الامام، انطلاقه متسرعه كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطوره على المنافس. ماركو فيراتي، البي اس جي يفقد الكره هذه اللحظات، الله على قطع الكره، دفاع ممتاز في هذه اللقطه، كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع، رأسية بتروح بعيدة عن المرمى، ما عرف كيف يوجه الكرة بشكل مثالي، شوف الكرة الرأسية وبالتأكيد تحتاج إلى موهبة إلى مهارة حتى يوجه اللاعب. ديمتري بايت، ملك، بتروح الكرة الآن على لاعبين بي اس جي. مارسيليا لم يقدم أي شيء في المباراة حتى الآن، هنا في مكان خطير، الدفاع يمنع محاولة العرضية، الأرقام تبين لك استحواذ البي اس جي القليل على الكرة اليوم، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، الله على حارس المرمى، الله على هذا التصدي، أي تألق وأي إبداع،
بعيدة جدا كانت، وكان واضح أنه لم يتمكن من الكرة بشكل جيد. ضربة الرأس تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى عيون مفتوحة. أركاديوش إلى رائعة للكرة، والدفاع في الوقت المناسب. نيمار، نيمار بيرسل لك كرة عرضية، أبعدها إلى ضربة ركنية. ركنية تنفذ بشكل قصير، ركنية من جديد، ركنية في المنتصف. حارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر، كرة بتبعد من مناطق الخطر. ماورو إيكاردي، حكم يحتسب تسلل مثير للجدل، لعدة راح توضح وراح تبين هذا القرار. أركاديوش، حكم بيضيف دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. ماورو إيكاردي، يا سلام على التمريرة، كرة بشكل جميل، والكرة في المرمى. يزداد الفارق إلى هدفين لمصلحة البي اس جي. نشوف الهدف مرة أخرى، واللمسة البينية الجميلة، ثم انفراد صريح اثنين على حارس المرمى لتكون المحصلة هدف لم يكن بالإمكان منعه بالتأكيد. الشوط الأول ينتهي بهدفين نظيف. نعود بأحداث شوط المباراة الثاني في هذه المباراة الكبيرة. تمريرة يغير من خلالها جهة اللعب، فتح اللعب على الأطراف، دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. بينية تكسر الخط الخلفي، فرصة خطيرة مع نيمار. يا رب، الكرة في المرمى، الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات. مباراة من طرف واحد، والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. عمل كبير من فريق ريال مدريد في هذه الصفقة من البداية وحتى إنهاء الأمور الأخيرة. هكذا فترة الانتقالات فترة حساسة بالنسبة للفرق لتبحث عن تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين. إمكانية للتسديد، أوهو، هذا اللي نقول عنه أسهل هدف في العالم. المرمى خالي والكرة في الشباك. مثل هذه الكرات حلم لأي لاعب أمام المرمى، أن يكون المرمى خالي أمامه وبدون أي مجهود يذكر يضع الكرة في المرمى. هدف مضمون بنسبة 100%. الفريق يخسر مشروع هجمة. فهد المولد، ماورو إيكاردي، كرة متاحة للتسجيل. هذه المرة لم تمر، قد تكون الفرصة. الحقيقية الأولى التي تصدى لها الحارس، كان تأثيره كبير في مباراة اليوم، نجح في أن يضيف لخط الهجوم وكان أداء فارق بصراحة مع فريقه. الأداء كان مثالي في مباراة اليوم، ظهر في أكثر من مناسبة، شكل خطورة على المرمى، وفوق هذا سجل هدفين.
نصف ساعة تفصلنا على سطرة نهاية المباراة. كسر الكرة، كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. يستعيد الكرة بتدخل سليم. يا لحيب الله على التمريرة. كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. مدرب بدأ يفكر في لاعب بديل في هذه اللحظات. كين بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. أوهو، فرصة خطيرة جدا. راح وضرب الكرة براسه، لكن وين التوجيه؟ ضاعت الكرة، راحت الكرة. أداء رائع حتى هذه اللحظة، تثبت هذه الأرقام والإحصائيات في المباراة. تتكلم عن الشكل الهجومي القوي، تتكلم عن فرصة بعد فرصة، عن استغلال جيد لهذه الكرات. تتكلم بأن الأمور تسير على ما يرام حتى هذه اللحظة في المباراة. كين، البي اس جي يهاجم الآن. ضربة ركنية، ضغط لا توقف. تلعب في البوكس من نيمار. أكيد كان يتمنى لو تنعاد الفرصة. شوف الرأسية كانت سيئة، غير متقنة، افتقدت للدقة. كان ممكن ينفذها بشكل أفضل. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. أعتقد في رأيي بأن المباراة انتهت بالفعل حتى قبل صفرة النهاية. لا يمكن أن يعود الفريق الخاسر في هذه اللحظات المتبقية من المباراة. هذه كرة هدف الآن، حطها في المرمى. يا رب، الله على هذه الكرة، على الفن، على الإمتاع، على المهارة والإبداع. يا سلام يا سلام. نشوف الهدف مرة أخرى. شوف كيف لعب للتمريرة. بعد ذلك الحارس ما كان عنده أي مجال وأي فرصة للتعامل مع لاعبين. هدف مسجل بكل سهولة. رائع في قراءة الفريق الخصم. يتقدم باتجاه المرمى. فرصة هدف الآن. يا رب، هدف رائع في هذه اللحظات. الكرة تحرك الشباك. نشوف إعادة للهدف مرة أخرى. ما كان في مساندة، اعتمد على نفسه، على مهاراته، على إمكانياته، توغل في المساحات. هدف يسأل عن الدفاع، كيف يتركوه يقوم بكل هذا؟ 3 دقائق إضافية يقرها حكم المباراة. داريو، أجواء كبيرة نعيشها الآن بعد مشوار طويل. الفريق نجح أخيرا في تحقيق اللقب. نهاية من الممكن بأن تكون غير متوقعة بالنسبة للكثيرين، لكنها بدون شك نهاية مستحقة. كل العيون على منصة التتويج. يتوجه اللاعبون إلى استلام الميدالية الذهبية. الكل ينتظر القائد الذي سيرفع اللقب.
أجواء كبيرة في الملعب، الجماهير تعيش في حالة سعادة غير عادية وهي تنتظر فريقها يتوج بالذهب. ليس هناك أجمل من مشاهدة فريقك المفضل على منصات التتويج. مبروك لكل الفائزين. الصورة التي ستظل في الأذهان، الصورة التي ستبقى في التاريخ، الصورة التي ستحفر مع كأس البطولة على مر السنوات. يا سلام على Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Merci d'avoir répondu à nos...